أخيرت بما وراء مدريد، وأخيرت بكل مظلوم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأخيرت عابدين والمرزوق. أنا يعني تشيلسي ما تلعب ماتش ما خرصوا، أخيرت دودو سك عند مصطفى وليدومو، وأخيرت بكم كاملين. أي يعني بلوك كذا الراجل بقى يقول له الكلام الخاسر اللي ما يجمع. ريال مدريد اخر مره خلاص ماتش زي يلعب فيه زين الدين الزيدان، بعد اذا كان خلاص ورداك ساعه زمن ريبرتو كارلوس وكشوابي حكايه اربيل ليش من البليات ما يعرفوا بالون، والله الله يعرفوا ولا تشيلسي مو يعرفوا بالون حق كزو الكز الزين احمد سالم الحميده يعطيك الزر مهردك. السلام عليكم ورحمة الله، راني مسلم عليكم كاملين ومسلم علي جميع الفقراء وجميع المظلومين وجميع المحرومين اللي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. نختار نقولكم بالموريتانيا للأسف إنها بلا قيادة وإنها بلا رئيس وإنها بلا حكومة وإنها جماعة من اللصوص حاكمة هذا البلد تنهب ذهبه تنهب حوته وتنهب اللي انقبض عليه من الدين وتنهب امواله وصدقاته وتهربهم شو الخارج وتشري بهم العقاب ومروقينهم شو الخارج ومعدلين موريتان شريكة ربحية ذاك اللي جابت كامل اخير منها به اللي ما خارج اليوم دولة لا يموتوا منها مواطنين والمرة الثانية تخلي في أقل من 45 يوم ويعود شعبها قابل هذا النوع من المحقرانية وهذا النوع من الظلم ما هو في موريتان. هذو الناس اللي ماتوا مد إبرياء ماشى الدور جقمة من الماء تسقيها الحيوانها ومن خيرة أبناء موريتان ومن قبائل موريتان من أولاد داود وجمان وأولاد أبو حمد وجاهم الجيش المالي وقتلهم به اللي حويقر والقزواني وبه اللي حويقر الجيش الموريتاني اللي قزواره واللي وكيله واللي يجبر من الخيرات سارقينه بعض الضباط استفادين منه هما وعلياتهم اللي كلها كانت رافدها القمر ما عندها مبية ليلة. يقال هذا كامل يستحق الشعب الموريتاني والنخبة الموريتانية ياسر منها سكت عن القضية وكأنها ما خلقت وبدوا بعض ضعفاء العقول وبعض الجواسيس اللي محرقة عند النظام واللي محرقة عند الرأي العام واللي محرقة عند الفقراء يروجوا نوع من الأكاذيب كان هذه مادة ما هي مهمة. التالية من التاليات راكم شفتوا البارح وبارح ثولة ما فيه امرأة ما صبحت فقدت زوجة ولا في طفلة ما فقدت بوها ولا في طفل ما فقد بوه والله عمه والله خاله مشاو عدلوا حفلة ما عندها معنى وغير أخلاقية ولا تتواسى ياكي يجدوا على الشعب الموريتاني انهم حويقرينهم وان موريتان معدينها شركة ربحية يقبوا منها خيراتها واسم موريتان اللي هي الشركة يتم في مواقف. حازت مريم من تداه زعيمة العصابة
وعدلي تاك الحفل اللي شفته ما احترمت مشاعر ذوك العليات وذوك الفقيرات اللي في باسكم، وجات البارح لابسه نعايل تراعوا فيهم ومتحفله ومعدله حالتها، وباتوا الفنانين يتنهولوا وبات الناس تخبط فيهم من المشوي من الجوك ومن العصاير ونيفا والطاير، كانها ما هي مده ميت لحد، وكانها ما هي مده عندها عليات كلها فاقده زوجها واخوها وابوها وعمها. يا قال هذا يستاهل الشعب الموريتاني، بين الشعب الموريتاني هو اللي يقابل هذا الواقع المرير اللي يعيش اليوم من ارتفاع الاسعار من مظالم من مشاكل، الشعب الموريتاني هو اللي يقابله. بالتالي 99% من هذه المشاكل اللي يعيش اليوم موريتانيا سبب الشعب الموريتاني ويتحمل مسؤوليته. مريم فتقلنا لكم في البداية وشكت أنه مسلطن عليها أنها إنسانة ديكتاتورية متجبرة متسلطة، وأنها إنسانة حقودة، وأنها علاقة أبو القزواني مجرد علاقة بيزنس، وجودها في القصر ما عنده أي معنى. مهم تعود فيه من مرأة ويعود رئيس الجمهورية متزوج، يا قائد كامل تراعوا فيه ما خارج منه شيء. مريم سيطرة اللي قالوا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزادت برجتها السنوات الأخيرة ياكي هي تم تعدل همها وتبيض بها الأموال. مريم من قيس تركي هيدي عام الأول اللي تلقالها الوالي وتسع حكام وتلقولها النواب والعمد، قلنا لكم هاي المرأة أنها ديكتاتورية وأنها لابد من توقف عند حدها. وتعرف مريم أن ذي الخلق اللي معها البارح من العليات وذي الخلق اللي معاها من قاعد بزرها انه كامل محروق عند الرأي العام، وانه نفس العليات اللي كانوا يامس دافعين مع عيشة من الطلبة وكانوا دافعين مع تكبر ما يمثلوا الرأي العام ولا يمثلوا شيء. لكانت مريم امرأة صالحة، لكانت مريم امرأة مضبوطة، لكانت مريم امرأة محترمة، تعود قابلت بو زينان لعند الصنادرة وقابلت في باسكن وعزت بكل العليات ووقفت معاهم وعرفت مشاكلهم ووقفت الحقيقة لهم. يا غير مريم ما هي موفقة، مريم هم عندها المال، مهم عندها السلطة، مهم عندها تمثلوا مناء، يمثلوا المشتابة، يمثلوا الناس اللي محيطة مريم. هذا هو المهم عندهم، هما هو الهدف عندها هي، وداخلة في السلطة التنفيذية تتحكم في البوعسرية، تتحكم في المرزوق، تتحكم في الدول الزين، تتحكم في البخريص. هذه وزارات مريم اللي تتحكم فيهم وتتحكم في الناها متهارون الشخصية، وهذا كامل لا يثبت لكم الزمن والدهر. وني تمشي مريم عن السلطة غير مأسوف عليها، وزوجها والقزواني مرفوض في مبجو رافدين أربعة صنادرة ديك ساعة دور يشد عليكم بن مريم إنسانة فاسدة. به اللي هذا الخلق في باسكنو 40 كيلو من باسكنو ما قط خلق مواقف ظرفية، ديك ساعة هي دالة أراعي مازال حي يطول عمره إن شاء الله يطاع والدين، يعرف إنه يكسع باسك وما كان محتاج يمشي له صنادرة، ويعرف ذيك الأرض حاكمين هذوك القبائل ومسكنين فيها العافية. يا غير يكسع عندنا رئيس وعندنا رجال امتان، لك شنو موجب يعود من أولاد موريتاني يموتوا ماشيين يدودوا للماء وينحرقوا ويمثلوا جثثهم، ويعود مريم عدل حفلة هي وزارها، والشباب الموريتاني ما حرك منه ولا ندد منه ولا وقف منه في الشارع، ما هو حركة كفانة. وفعلا فيه ياس من الصحافة استنكر القضية، وفيه ياس من المدونين استنكر القضية، وفيه ياس من خلق ما هم هناك عنده به مصالح وقال ما هو قاعد يقول غير يقولها تحت. يا أهل موريتان عرفوكم اللي تعيشوا من المظالم اللي تعيشوا من المشاكل سببه ولا القزواني مريم، ولا القزواني راكم شفتوه ما هو صالح الشيء، يبات خابطها بالنيف فارة وريوق وماشيين عليه وساد ونيتكلم له بذين اللوقة نيعات الساعة السابعة ولا الثامنة وعا قانوا مهنئ المرأة الموريتانية، ما كانوا قبوا قرار ما ونيفوا تويوعا. يا أهل موريتان واحدين يتكلموا عن الأخلاق، أنا نيتكم مزيت جايكم نيتكم شو معلومات، واحدين يتكلموا عن الأخلاق، أنا بلا أخلاق مع هذه الطبقة الحاكمة، بلا أخلاق مع اللصوص، ولا ندور عندهم وخيرت وحويقرهم ونعرف انهم جماعة باللصوص، ونعرف انهم ما مواحلين فيه ما هو سرقة موريتان. واليوم موريتان قايسة مجاعة، بيدي موريتان ما عندها خزان من القذاء الكافي، والعالم راكم شفتوا الأزمة اللي فيها، وقزوار طالع وعيصانص طالع
والاسعار طالعه وكونتينرات ماهم خارقين وشرايك النقل ماهم خارقين وموريتان ما عنده شي شعب يدور يخلف من بديات بيه انه ما عنده قياده تتخمم فيه ولا عنده قياده طارحه له بلاد ولا عنده مده تبقي. المنظومه الصحيه ما هي خارقه، المنظومه التعليميه ما هي خارقه، الامن ما هو خارق، الجيش يقول لك جيش حماه الوطن والجيش، الجيش ما هو خارق، ما خارق ضابط صف ولا جندي ولا ضابط جمهوري مستعد يقاتل من اجل هاي من هاي الجميع الحاكم. به اللي ما هي جاد عليه، به اللي يعرف هو انه خلاصاته ما هم كافين، وبيه اللي يعرف ان عنده من قزوار ما هو كافي، ويعرف ان التعمار وينباع له الشارع، ويعرف ان عنده من لوكيل ما هو كافي ياك يخش به قتال. نحن موش باش عود اولادنا كل مره يقتلوهم مالي. اللي ما قتلوا منهم جزائريين، واللي ما طاح عليهم الحاسي يقتلوه الماليين. والشعب الموريتاني ساكت، مع انهم الصبح قد يحتلوا بلا سكن ويحتلوا فصاله. وتعود في جبهه انفصاليه، ذا هو اللي يخلق. ومع انهم الصبح قد يمشوا قاعد النعمه والى نواكشو. موش باش موريتان عندها السنين وعندها البحر وعندها التازياس، يعودوا المواطنين الموريتانيين في الشرق اللي هم يمثلوا الاقلبيه، يعودوا ماشيين يلوذوا جقمه من الماء في الاراضي الماليه. ما تعود الدوله لا من فيويتات قادم، لا من فيويتات واقف قدام الديار، ولا من الذهب عند العليات في الديار، ولا من القصور وتفرق زين، ما يعودوا يجهروا به ابار، ما يعودوا يعدلوا به الصندجات. لماذا يعود مواطن موريتاني ماشي يلوذ جقمه من الماء وواحدين ملاني من الديار وملاني من النيروات وملاني من العق من المال الحرام والناس كاتله العطش. هاي فضيحه للشباب الموريتاني. خالد مصر خلينا نقول لكم مريم مجرمه، مريم قاتله. بيلي مريم هذا العدد يامس اللاكي بحد بشارك في القتل. المساله الاخرى العلماء الائمه، ما في اللي قد يقول بن هذا انه حرام والله يستنكر والله يطلب الدولة عدل الحداد. هما الائمه يقعدوا ساكتين عن الحق شنو فائدته؟ العلماء يقعدوا ساكتين عن الحق شنو فائدته؟ موش باش يقعدوا الحوثيين يخبطوا الامارات يتكلموا البي ويتكلم قزوان. موش باش يقعدوا نحن مواطنين الفقراء كله تالب بقرات وتالب قنم ويكتب ما يتكلموا البي. موش باش يخبط تحاصر قطر وتجوع ولا تركيا يتكلم حمد الحسن ولد الدو. أول سيدي يحيى نهار كنت هم صاقعين به، ماله ما يتكلم، ماله ما يقول ذا حرام. ومن هو مجلس مجلس الفتاوي والمظالم والمبالي. هو حد ما وقف مع الفقراء، هو شنو دور العالم وشنو دور إمة المساجد؟ ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يأخذ من شي منه، كلها راكب في ويت، كلها بشقاق قيلو، كلها يداول شغل الخارج. هما شنو فايدتهم؟ شنو فايدتهم؟ ومحترمهم حد لاش. هما سبب الويل كامل وسبب السرقة في موريتان وسبب الزنا وسبب الخزو. هذو العلماء وهذو الأئمة اللي ساكنين عن الحق وماشيين على الباطل، وسببوا هذه النخبة المنافقية المتملقة اللي مهم عندها إلا شوية طالها ولا قدرها في المواطن الضعيف. يا غير هذا ما هو يستمر موريتان بأولادها يبقوها في المؤسسة العسكرية، وموريتان بأولادها يبقوها في الإدارات، وبأولادها يبقوها في السلك الدبلوماسي، وبأولادها التجار يبقوها حق حق ولا يبقوا عليها الربح. يا غير موريتان للأسف بلا ما عندنا رئيس، ما عندنا رئيس وولاد وراكم شفتوا المختار والداهي ويطوى. قلت لكم بين دورين كرده كامل مده قالها تمتلك الشجاعه وتعترف بالمواطنين انقتلوا. ما هي مده، انا صدق عندي ذاك القال والحنان الناي ومتمسك به. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى وجه رساله للشباب الموريتاني. يا شباب الموريتاني سالم خش في ياسم التفاصيل، المكم يدور القناع، المكم يدور يجبر 20 مليون و 30 مليون ويجبر 5 ملايين ويجبر الشقله يشري سامسونج ولا ايفون ويعيب مريم ويعيب قزواني ويعيب الوزراء دور يعيطوا بالعجله وتنطاه الفضه ويسكت. ابسط حاله طريقه للقناع قايلها لكم انا، هو عيب اعضاء الحكومه وقزواني وبعض رجال الاعمال. ربحوا الوقت، ارفعوا سكوتكم، ماكم جابرين الموت تبرتي.
الناس كامل اليوم المستفادة لا الناس كانت تعيط، لا الناس كانت تعيط. حد منكم كامل اليوم يدور يستفاد يمشي يفتح فيسبوك ويعيب مريم ويعيب قزوان يدور يعيط له بالعجلة ويعيط له موري سانتر والله يعيط له في تماجور جندرميري والله تماجور دالارما والله يعيط له في واحدة من الوزارات وتنطاه الفضاء وتنشر له وتر ويعطى له خلاص ويسكت. أرفوكم سكوتكم ماكم جابرين معاه موت بورتي. هاي بعد نصيحة أعطيها لكم أنا، أنتوا ما حاصلكم شيء، أنتوا ما عدتم مناضلين تصبوا ولا أجبرتم ولا شيء، كلكم تعبان كلكم خالي كلكم عادبوا 50 سنة 30 سنة قالبوا يشتغل معاكم ربحوا الوقت. أبسط طريقة للقناة موريتانيوم هو الطريق اللي قلت لكم، ما يخالق عن طريق أخرى. اليوم حد ما يتكلم ما هو جابر شيء تو خارج مثل اخرى قبيل كتبتها ومتمسك بيها ما خارج اثنين بيجوا يختلفوا علي فساد ولا حريطان به اللي فساده ما خارج ضابط بالمؤسسة العسكرية قط صرفة معه ما يعرف انه فاسد ولا خارج ضابط قط اشترك معاه عمل ما يعرف انه فاسد وكان هون يجي الامريك ويظل في كازينوهات امريك دير قفارة يلعب في كازينوهات كل حد يعرف. نحن كتبنا قبيل واضح متمسكين به خالقين خمس وتات خلاهم ياكل شذو تماجر لا جوين مصاب بالتوحد اللي قالوا للنها المجنون هو ملي وقبالهم الحريطاني وطايرهم وخالقين الإدارة الجنوبية اللي كانت داخل الإدارة العامة انكرات الإدارة في عربات وانكرات الإدارة في بليد أخرى لعاد والحريطاني قالوا من الوتات انه اعطاهم الإدارات نختاروا نعطوا من الوتات. نحن بعد اللي عندهم المعلومات متمسكين بهم بالوتات وطايروا وندار لهم التركيلات سيفيل وواحدة راي راكبه هو اللي هو وواحدة راي راكبه الليلة مقاول اللي في القصر اللي يشري له فاتوا جاءوا يصورها معانا لما يبقى ما أخرج من الرد ولما يبقى ما أخرج من كذا هذا ما مهم عندي. أنا شي كتبته ما نمحيه ولا نقلعه والباقي يقول انه كذب كذب والباقي يقول انه حق قالوا هم انه الوتات قسموا علي الادارات الجهوية قالوا ان الديار معدلهم كوميسيون زينة يغير هذا كامل لا والحريطاني ما يقدر حد يختلف في فساد كان فوضى الامارات كان يعدل مطار المرية اي يعرفوا المقاولين كانوا شركة معه ويعرفوا القزواني والحريطاني فاسد 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 توف يا الشعب الموريتاني عرفوكم ما حاصلكم شيء وعرفوكم الواحدين فيه لا مد فيه مرض خبيث وتشكنا تقلت تبرا منه وما تقلت تبرا منه. هاي العصابة الحاكمتكم اني ما تقلعوا عنكم وتحوزوا عنكم ماكم ليتم رغم شيء وعرفون قزوار في الايام القادمة دور يطلع في نواكشو وتعرفون موريتان شطلع فيها ما تقل وجاي حالا رمضان اسعار دور تقيس السماء وعرفوا شلي يتعدوا معروسكم توف قضية التعمار قضية التعمار اللي كتبنا عنها قوي يسولوا عنها وحدين التعمار يقبوه مجموعة من الضباط وعاطينه الوحدين من السمسار والتعمار ما يجيبوه ما هو الصنادرة والتعمار ما يجيبوه ما هو الصنادرة ما هم رجل أعمال يجيب التعمار التعمار ما يجيبوه ما هو الصنادرة وكانت العمارة تنباع ب400 اليوم العمارة يعود وحدين مجموعة معدين هم مبينهم تونوار العمارة اليوم تنباع ب850 ونتعود الدولة هي المعدلة كي مهرجان المدن القديمة تنباع العمارة 150 هذا معناه ما محتاج حد يبرر معناه هذا التعمار تعمار صناعته ما هو تعمار جاي معند السفير رجال الأعمال ما يجيبوا التعمار. المسألة الأخرى هذوك الأشخاص اللي مظلمة اللي محكومين في قضية التراب اللي واحد منهم راني محيه وقف باح في العدالة وقال إنه هو ما هو يعود كبش فدا ولا هو يقبله إنه هو كان يشتري التراب لزين العابدين وعنده التحويلات اللي كان يحول له زين العابدين والشيخ أحمد وإن زين العابدين هو المسؤول عن جميع النمروات اللي شرب لماذا النيابة العامة ولماذا القضاء الجالس ما يعطوا زين العابدين والشيخ أحمد يسولوا ولماذا من هذا اللي كانوا متهم ولا قربط ومتهم ولا حمتي ما لهم ما يعطوا ولماذا يعودوا هم ذو يحبسوا ويمرمدوا ويباتوا بها حلياتهم يتنابحوا يبكوا وشيخنا والنني وجماعة اللصوص الأخرى ومريم عبد العزيز زوجة شيخنا والنني والمحمد صالح مخلين السايبي لماذا يعودوا الساحات العمومية اليوم كاملين
افتبرق زين احتلوهم، احتلتوا مريم واخواتها ومخليهم. انا هاو الاسئله رانا طارحينهم، معناها الشعب الموريتاني ما قروا حد. وراكم شفتوا رساله معدلها، والمرزوق والمرزوق من ابياج ومازال يعيش في قضيه الهياكل ديك ما ادرك نحن. قد شفتوا مده اليوم تطلب من الولات، هي المعارضه منين تطلب من الولات ان الدور تعرف انتماء لاشخاص السياسه. هي الناس قاع ما عندها انتماء، هي الناس الدور شي تاكلوا الدور شي تشربوا. وقولوا مشي لي واتساب، هاي ما لها فضيحه، خلقه فضيحه فوق. قد شفتوا مراسلات الدوله يمشوا على واتساب، معانا فلان ذاك ما هو معانا لا ينضايقوه، معانا فلان ذاك ما هو معانا لا ينقزوه، معانا فلان ذاك ما هو معانا لا معدل وقايته. هذا هو، هي سياسه الحزب الواحد. والدوله ما تقدر تستمر بالطريقه، ما تقدر الدوله تستمر بعقليه السبعينات والستينات، ما تقد ما تقد ما تقد. ولا تقد الناس تبدا ساكته عن الظلم. الثانيه خارج موضوع نهارات انتشار اللي نطاق واسع، وراني شاكل المدونين كاملين اللي نشروا قضيه هذو الفقراء اللي داووا عند طب الشيخ عند عياده الرضوان. عياده الرضوان قابلينها عياده تساعد الفقراء، وقابلينها عياده حجها ما يخلص، وقابلينها تعدل ياسر من العمل الخير. يا قهر هذه العياده، هذا المخاليق مولانا اللي كلها مسيكين جاي متواطي اللي كراعيه راعي في شي وخاو بعد اسبوع ما يراعي في شي اعمى. لماذا الدوله ما تفتح تحقيق في القضيه؟ به اللي هذه العياده اللي زين العابدين والشيخ احمد راجل الاعمال، هذا النوع ما تجبروا ما هم ويتا هو هذا الفقراء اللي كانوا معدلهم في امريكا اللي يقولوا ان الدوله كافره يجبروا شي من فضل ما تروا الفقر مدى الحياه، مدى الحياه ما تروا الفقر. هذا المخاليق مولانا مسكين اللي كلها بقات عينه منكوته ما راعي في شيء، ما اجبر تعويض، وزاره الصحه ما عادت مؤتمر صحفي، النيابه العامه ما فتحت التحقيق، الصحافه المنصات ما مشاو يواكبوا القضيه. ني فاتوا تكلموا عنها المدونين وداولوه حدهم تاو يجيبوا اثنين ولا ثلاثه، هما 18 رقاش. هذا لا يردنا لاش، لا يردنا. نقول لكم يا الشباب الموريتاني يا المدونين الواحدين فيه لا بالون وخروجوا، لا تتركوا تركبوا كورولاها، تركبوا تي اكسات، تركبوا فيويتا، تعودوا بالولاد تراق زينه. قيموا عيبوا ذوكم، قيموا عيبوا الحكومه، وعيبوا القزواني، وعيبوا الصنادره. كلكم دوروا عيطوا تنطاه الفضل، وكلكم دوروا عيطوا تنطاه مارشي، وكلكم دوروا عدلوا كونتراها، تربحوا الوقت. عرفوكم فايت عليكم الوقت. ابسط طريقه للقناة موريتانيا اليوم هو عيب المسؤولين وعيب الوزراء وعيب الخلق. أظنكم الواحدين فيه الفيافي، راكم شفتوا ياسم الخلق كان شاح ويعيب الناس ويندد بالأوضاع تبني سكت ولا تتكلم، وعاد قايس مواضيع أخرى لأنا أو حد شي. معاكم ربحوا الوقت وخلوكم من الواحدين فيه، وراي نختارهم اللي بالأخير نقول إني ما قد عدلت، ما قد قلت رواية والله التزمت رواية ما عدلتها. لورك شهرين قلت لكم اني شاكي من جالية الوي في الكنتاكي مكتبها، هذا قلت لكم اني شهرين بشكوا واحدين القضية وفات. الشكاية وفات وهم دوت عجاتهم براوتهم، وبعد الشهر بإذن الله واعدين المحكمة، وانا براوتي جاتني وجبتها لحمد وقلتنا عطيها الواقيش. معناها مكتب الويفي اللي اختار نقول يعود مستعد، وانه عاد يبغى محامي يبغى محامي، واني ذاك اللي قلت لك الساعه اني ما يتراجع عنه. المسخره فيه مجموعه من العمال، فيه مجموعه من العمال يشتغل مع حماه الله مدير مستشفى طبل كبير، وقريب هاو الناس عندهم كنام ويخلصوا من تريزور، وقالبهم يرسموا، قالبهم يعودوا رسميين. الشيء ما قد شفت لهم 20 سنة وما يشتغلوا فيه، لهم 20 سنة وهم يشتغلوا في الطب الكبير، قالبهم يرسموا، قالبهم يرسموا. هذو ملي من يالتهم هم يرتفع عنهم غدو، لقاه جلو 20 سنة يشتغلوا في مؤسسة وعنده تأمين صحي عاد ويخلص من الخزينة العامة للدولة،
ما مخسرش الى رسميته، ما مخسرش الى رسميته. هاو الناس ملي قضيتهم طرحوا علينا ويختاروا يرسموا ما يدروا شي خاسر. علاش ما تتكلم عن قضية قضية انا اللي جابت الاخبار فيها مليار زاي ذيك ذيك نايب تيشيت ذيك نعطاها سيدي الزحاف النايب تيشيت. هو سيدي الزحاف هذا وزير الصحة ما هو صالح لشي. يباتي السالة من يصبح الصبح ما تقدر تسول حد من شرطة النجدة ولا حد من أمن الطرق ما قالك نسيدي ولا الزحاف إنه خاضع لي مع شوي بالخامسة في الليل الساتة مع الصباح. وسيدي ولا الزحاف ما يطلع معه الوحدة الثانية ما هو صالح الشيء. هو مولي ما هو صالح الشيء، ما هو واحد فيه، ما هو كل شوي به يبات رابدا يصبح الصبح. هذا مولي ما خارج حد ما يعرف ويعرفه توم ضرك الصالة ينقسو ختام قضية عيد المرأة اللي شفت واحدين يباركوا المرأة وشفت واحدين يقولون المرأة مهمة. أنا يامس قلت رقاش بن موريتانيا يامس فيها فيها عيد المرأة أمريكي سوني سؤال قريب قال لي وما عليها موريتان كم يخلصوا. قلت له ما يشتغلوا وما ترون يشتغلوا. قال لي بصحة يجبروا الفضاء. قلت له الفضاء يطوال برجالته هي المرأة في موريتان المرأة ذا ما يلقي حد يقبله شخصي، حد باقي يقبله شخصي يقبله شخصي، وحد باقي يحرف يقبله حرف وما قدر في شيء. بيقول لي أنا نمشي اللاعب لقدام ما نمشي لورا. تو هي المرأة موريتان ما هي السبب من الراجل يعود يسار. هي المرأة موريتان ما هي السبب الراجل انه يعود يبني الدار الكبارات اللي ما ساكن هو رقاش. هي المرأة موريتان ما هي السبب الراجل انه يعود يقيس بيه الخارج. هي المرأة موريتان ايش عندها من دور؟ شنو دور المرأة موريتان؟ هي حتى نصيب ما تنصيب. لا شيبات وجيرات طرحة في كوزين يتلاعب عليهم الخنافيس تحاني الشقالة تجيب على الصباح. هي المرأة موريتان مالها تعود مع راجلة ما عنده ما بيتري لها ولا ترفض الدين. هي المرأة موريتان ايش عندها من الدور؟ ما عندها دور، ما عندها دور. وواحدين يقول لك هاي هذه المرأة موريتان زوجة والمرأة موريتان أنت تعود زوجتك قاعدة بزرك توخذ عني مرخرة تخرصها نيت عنك بيك. المرأة ما عندها احترام فيه ولا مخلية تشتغل ولا مخلية تنتج. المهم تم لا رواية قاعدة في البيت ما عندها دور. المرأة موريتان ايش عندها من الدور؟ وش قطع طاولة من الحقوق؟ مال يعود راجل كان بار وعارف شي لهلو وقاعد معاهم ومسير عليهم يزوج مع امرأة اخرى تقطعه من اهله. هذا هو دور المرأة الموريتانية؟ يصبح ما ينفع اخواته ويصبح ما ينفع اخوته وداره ما تقدر تنتخل وحيوانه كامل قايسة هي. هذا هو مثل الشخصية عند المرأة الموريتانية. المرأة الموريتانية مال يجيب لها زوجها الفضاء سارقها من الدوري ما تقولوا ردها ولا تقولوا من اي فيش. انت الصم مالك رقاش، انت مهامك تستفاد. مرأة موريتان ما هي سبب البلاء على الموريتانيين على رجال الاعمال وعلى الوزارات وعلى المديرين. المرأة موريتان ما تعود واحدة مسكينة خلاقها تحت صدراي يوم خلاقتها مقطوعة صرت بصاويت مديروه ملعف ومرقت 40 ما قط استحمت. اني عود راجلها مدير والله وزير رايعات وعد نصف الماس وتركيا وتلعب كازينوات ودائرة ذهب وفلانة تشكى وفلانة كلكشوز. يا مرة موريتان ايش عندها من ايش عندها من الفايدة؟ يا اخوان تم قولوا الحق، تم قولوا الحق. مرة موريتان ما لي خش عليها زوجها قاوم العمل ما تقول له مرحبا ولا تقول له سهلة ولا اقدر فيه.
كان ما دخلش ويمرق عنها كان ما مرقش مراه موريتها ما تعود عندها قد زرها جيرانها جيعانين وهي عندها تارة فيتها مليون زرت تلفونات من ايفون مراه موريتها ما تعود ما عندها كانت مبية ليلة توقف في عرس وتم تزرق 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 ياك تنشكر فيه هي المراه موريتها شنو فايدت شو عندها من الدور؟ حد لا يدور حد يدور المرأة الموريت حد لا يقول حد يقول المرأة الموريتانية هي سبب المشاكل اللي فيهم نعيشوا اليوم نعيشوا اليوم هذه المشكلة سبب المرأة الموريتانية سبب المرأة الموريتانية هو اللي يعيش اليوم الواقع الموريتاني هذا اللي فضل يسرق اليوم المسؤولين وهذه الفضل اليوم اللي يبتلاو بها الديار ويشراو بها البل سببها المرأة الموريتانية هاي الحقيقة وهذا المعد اليامس جريمة في حق الباسكن وفي حق الشعب الموريتاني والتاريخ ما ولا يرحم والتاريخ دور يحاسب القزوان ودور يحاسب أركان النظام والمدونين واصلوا كتاباتهم واصلوا قولان الحق وانتم ذوك اللي دوروا الإفادة ودوروا القناة ودوروا الفضل افتحوا باجات على فيسبوك وتكلموا وعيبوا مريم وشيخنا والنني والجماعة كاملة كلكم دوروا عياطوا وتنطالوا الفضل نعرف الرجال كله كان ماشي عليك ريعاته يظل يجرزا زوايا ما هو عالم بيه المشاكل عاد يوم راكب الوتات وعاد يوم قاني وشقاقي ودنيته ونعرفوا الصحافة والمدونين اللي كلها كان يوخى من دار أهله ولا يجبر بلومين يبول به العسر واعد قريب له ولا واعد بليده يدور يتقدم عاد اليوم رواية وعاد مهم معاكم عرفوا اللعبة اللعبة واضحة اللعبة بسيطة أبسط وسيلة للقناة في موريتانيا اليوم حد عجلان ويدور شيء يفتح باج على فيسبوك ويقضي النار على النظام ودور يعيطوا بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمجموعة من المدونين نجبرها ما هو كل حد لين يتضامن معاه ولا هو كل حد لين يوقف معاه ولا هو كل حد ومرمد لين يقولوا انه عليه حق بيه اللي يفيدنا الأخبار ونراعوا في ذاك الخارج على فيسبوك ومتابعينه كاملين نحن وندفعوا ثمن باها وانا نعرف ذاك العاطين هو من الفضل ونعرف ذاك اللي مستعدين له ونعرف الناس اللي ما يبقوا هم يبقوا هم يسمعوا ونعرف المواضيع ما يبقوا ينفتحوا له ويعرفوا ذاك اللي بتنقلنا له من الخاص يعني مولي اكتشفنا بنياس من الناس اللاني يجبر موجة يركبها ولا يتم واحد يعيب مدير ولا يتم واحد يعيب امرأة والله يتم واحد يعيب رجل أعمال لي يجبره في الليل يصبح ساكت والقريب رواية زوينة قالها لي أبو عباس براها ضحكني بها إن ياسر من البنوك دائما يجوا بعض المدونين وبعض الصحابة يكاشوا شكات عندهم وهم على فيسبوك مناضلين وهم جايبين شكات من عند مؤسسات من عند مديرين من عند وزراء كانوا يعيبهم يامس يعني هذه بعض حقيقة اخترت نعطيها لكم طوف وانا ما هباس ما هباس ما بي عظام راس ما هباس وذا نعدل مقتنع به ومؤمن به ويعلموا لاني ماني فاصل فيهم يغير مولي ماني نظلم رقاش ولاني نرصى في رقاش وذي الخلق كامل أنا لاني كريكم كانكم قد شفتوني أنا والله حد من المدونين اللي في الخارج والله في الداخل الأحرار نقيسوا صفحة حد نقولوا له أنت منافق كانكم قد شفتوني قلت محمد نيزو والله الحسن والله أي رقاش أنه منافقي والله سبيت والله قلت له كلمة خاسرة والله قلت واحد منهم الشر يشكر حد رصفت عليه يغير حد منهم رصى فعليا وسماني دور يجو في قرون
ولا اقداري بعربيتو ولا اقداري بفرنسيتو ولا اقداري بشي سوشيال دورجو في قرون وحد منهم كذب تدوينه انا ما اقداري في شي الباقي يتم يقولوا زي كتب كامل انه كذب وان الصفحه الواحده فيه صفيطه ما اقداري في شي يا حد مس من كرامتي انا والله شخصيتي يعرفني لا يلم راسه خارج ولا يدخل في كرش امه ما ينفعوا فيها شي والمشاكل ما يمل منهم فلا سيما من الزمن قزوار واعر في امريكا وعصام صواعر ودبش ما هو ياسر والناس هم اللي ياسر انه دور مولي يستحفه هو ويجبر فرصة انه يقعد ويصيب المشاكل واخيرت محمد يعقوب واخيرت بكم كاملين والسلام عليكم ورحمة الله وانا عادهم السيدة خالق مولي مظلمة مطروحان ولا مهمة قاع لا ينقولوا قناة الحرة قناة سكاي نوز قالهم لا ينقولوا قناة فرانس فنتكات لا ينقولوا القناة عليها الطيبة مثل القوث ها القنوات ما يطلعوا المدونين الاخرين ما يطلعوا محمد بوي والبوي الله تقريبا ما يطلعوا الحافظ ما يطلعوا الطالب عبد الودود ما يطلعوا سيد احمد الطفيل ما يطلعوا ياسر المدونين ما يطلعوا محمد بن نجار عندهم هو مدة يطلعوه سمحوا لي عندهم هو مدة يطلعوه لماذا ما يعودوا يطلعوا الناس الاخرى لماذا يعودوا المدونين الاخرين ما يطلعون طيب القوذ هذه اللي طلع الناس اللي شموهم وخروج لماذا ما تعود طلع المدونين هذا مولي رواية رات الموريتان والفقراء يعرفوها وراكم شفتوا مولي يامس اكتبنا عن قضية شوريكة الملع عليها حسن والبوخريس اللي هو مولي شاري دار بثمانين مليون هو الجعفر السريريك اللي مشى على مسجد المقرب مطالعه من دقدقين وفرنسات وماشي من بديه ولوسا خرافد مرصة مسجد المقرب راكم شفتوا ضايات الماء في تفرق زينه وفي الاقصى وراكم شفتوا هالتوجونين وهالتنسويل وفي العرفات والكرفور ما اتكلم عنهم اوان وصبحتي الناس اللي طرحوا المشكله قالوا مشوا على عده مواقع اقسم بالله اللي قالوا مشوا على عده مواقع عندي فوكالات قال نحن ذا الخبر مشينا لعدة مواقع ما بين الشهر بيلي شريت المياه معددو كونترا مع واحدين أنا يا موريتان لا تموا تهاجمون نحن تموا عودوا سند نحن واخيرت عبد الله والتقي عودوا سند نحن عودوا معانا نحن هو نقول الحق نحن ما نطرحوا مشاكلكم حد منكم نحبس حد منكم مظلم حد منكم جبار مشكلة نحن ولا نطرحوا مشاكل عرفوا لأقرباكم ما معطيكم شيء عرفوا رجال الأعمال ما معطيكم شيء لا تعدوا عداوتكم مع نحن لنطرحوا مشاكلكم ومعاناتكم عدوا عداوتكم مع هاي الجميعة اللي حاكموا موريتان واللي سارقوا موريتان وتعرفوا انتم انه ما فيكم اللي عنده قريب ما كان فقير ساكن زره إنه يعين على مؤسسة معينة أصبح قني وصبحوا ترك تراكبين الزين الوتاز ودعتكم مولانا شكرا لكم غزوار دور يطلع غزوار دور يطلع وموريتان